نعرفها. تعالوا نشوف كمان أصغر متهم بالقتل، طفل عنده 3 سنوات، هل يمكن أن نتخيل أنه بيقتل؟ هو متهم بقتل شقيقه اللي عنده 10 أشهر، أشعل النار. تخيلوا طفل عنده 3 سنوات، طبعا الطفل اللي عنده 3 سنوات ليس وعيا، لكن من الذي دفعه إلى ذلك؟ مين اللي يسيب طفل عنده 3 سنوات بهذا الشكل؟ ولأنه الطفل طبعا إذا ولع، إذا أشعل النار، هو ما هوش عارف هو بيعمل إيه. لكن في كل الأحوال قضية تستحق أن نسلط عليها الضوء. العمدة سمير شقرة، عمدة 100 خلف، أهلا بحضرتك يا عمدة. أهلا بيك، أهلا وسهلا. عمدة احكي لنا الواقعة اللي حصلت، اللي أشعل فيها طفل عمره 3 سنوات النار في شقيقه الأصغر البالغ من العمر 10 أشهر. والله أنا كنت في الدوار هنا، فجالي إشارة من المركز إن فيه حريق في عزبة أبو مسلم تابعة لقرية متخلف، عند المدعو وليد حسن. تمام. فانتقلت هناك ومعايا 2 من الغفراء. وصلت هناك لقيت فيه فعلا حريق، فطلعنا فوق على اساس نشوف الحريق فيه ايه او كده، فلقينا الطفل. سالني يا جماعه فيه ايه، فجي عم الولد قال ولاد اخويا كانوا في الشقه، طفل عنده 3 سنين وطفل عنده 10 شهور. فبقول له ايه اللي حصل وكده، فقال لي اللي حصل ان والدتهم كانت سايباهم في الشقه وقافله عليهم، فالواد اشعل النار في العجله بتاعه الطفل اللي هو راكب عليها. تمام. ففجاه النار قلت طبعا، فحرقت الولد، خليته فحم يعني بمعنى اصح كده. طرقت الجثه بتاعت الطفل الصغير. طبعا شفناها، و يعني ما مش هنتكلم فيها يعني. كانت متفحمه؟ متفحمه. فسالناهم بعض الاسئله وكده وخلاص على كده، وجينا وطبعا اتصلت على المركز، على نائب المأمور واستاذ رئيس المباحث، فجات معاينه وعينوا وخدوا الست والدته على اساس يعملوا محضر وكده. الواقعه تدخل تحت ايه؟ واقعة إهمال ولا واقعة إهمال؟ مش هنا يعني ما فيش جريمة بالنسبة للطفل؟ لا لا لا، ما فيش جريمة خالص، بدليل إن الطفل أصلا وإحنا جوه بنشوف الطفل كان الولد بيلعب تحت رجلينا يعني على الكرسي، مش على باله أي حاجة. لا، معينة الجثة بتاعت الطفل المتفحمة، الطفل كان بيلعب على الكرسي عادي، مفيش أي حاجة ولا عنده أي خلفية عن الموضوع خالص. طفل ما عنده 3 سنين ما